الزمالك بينتصر على بيراميدز وبيقترب من المركز الثاني واللعب في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه في مباراه شوطها الاول عشوائي واشبه بالمباراه الوديه، شوطها الثاني في شويه شغل من بيراميدز وشويه شغل من الزمالك، ولكن مين حسم المباراه؟ هنتكلم كل حاجه في حلقه النهارده في قلبنا اللي ندخل. انزل بالانتر يا حطني رقم واحد في الهجاصين. الزمالك النهارده بدأ بتشكيلته المعتاده بس في شويه تغييرات في العناصر بتاعه التشكيل. بدأ ابو جبل، محمود علاء، الونش، احمد عيد، عبد الله جمعه، الباكين اللي عملوا مباراه كبيره جدا 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 مباراه النهارده. بيلعب اثنين في نص الملعب النهارده، ساسي وزيزو بسبب غياب طارق حمدي لقاف، قدام اوباما ونجم على اليمين وبنشار على الشمال، قدام مصطفى محمد. بدايه المباراه بيراميدز والزمالك الاثنين تحس ان في عشوائيه في اللعب، تحس ان في ارتجال اكتر من لعيبه بيراميدز ولعيبه الزمالك. اللاعبين الفريقين مفيش جمله محدده بيعملوها، مفيش جمله بتتحفظ. مش فريق ده مثلا بقى تلاقي بيراميدز مثلا الباك بيخش لجوه والوينج بيخرج لبره وبتلاقي وانطهات، لا نعتني الزمالك مثلا بيعمل وانطهات او سرعات من ورا لقدام، لا ارتجال اكتر من لعيبه بيراميدز تاخد الكوره مثلا تبتدي ترتجل، انا اخد الكوره هنا مثلا ارقص او اطلع باص. لعيبه الزمالك كذلك تاخد الكوره مثلا ابتدي ابص ادور اطلع باص، لكن لعيب مثلا او جمله محفوظه من الجهاز الفني ما شفناهاش كتير الا بس كره الجمله بتاعت الزمالك. لو زيزو قعد يمشي لحد ما بنشاري طلع بالكوره واداله الثرو ولعب العرض مصطفى محمد لدغ لما صد الكوره مهدي سليمان غلط. غير كده مفيش جمله في المباراه او جمله في الشوط الاول، مفيش جمله محفوظه تتعمل، مفيش جمله اللي هو اللاعب ده مثلا هيتعمل واحد اثنين ثلاثه جمله ايه، لا مفيش ده. انا مستوقفاني كبيره قوي كبيره قوي. زيزو بقاله بتاع 3 4 5 6 ماتشات، 4 5 6 ماتشات، كل كوره بيروح بيها 3 على 2 مره قدام الاهلي كان بن شرقي فاتح تماما وما لعبلوش، مره قدام مقاولين مصطفى محمد كان فاتح تماما وما لعبلوش، والنهارده المره الثالثه. وفي كذا كوره ننسيهم اكيد. انا عايز افهم بس ليه زيزو بيختار الحل الصعب؟ بن شرقي يبقى ممسوك يديله الكوره، بن شرقي يبقى فاضي ما يديلوش الكوره، مصطفى محمد يقطع من ورا مدافعين ويديله لو اداله ثرو يروح انفراد ما بيديلوش الكوره، مصطفى محمد واقف في وسط اثنين مدافعين ولو اداله الكوره هتضيع منه بيديله الكوره. هل زيزو بيتدرب في التمرينات بتاعت الزمالك في ملعب عم حلمي زموره على الكوره الصعبه؟ يعني كابتن روم بينزل يقول له يا ابني انت النهارده هتنزل تشيل الجماهير، اي كوره سهله تجي لك ما تلعبهاش، العب الصعب بس. انت ايه يا عم سيزو انت عبيط؟ يعني انت العب كوره، يعني كوره سهله العبها، طلع كوره اهو، ادي سلور بن شرقي، ادي سلور مصطفى محمد يروح انفرادات. انت الكوره الحسن الوحيده اللي عملتها النهارده الكوره بتاعت بن شرقي بتاعت الجول، غير كده مفيش. وتعالى يا عم اوباما، تعالى لي بس اقول لك كلمه ثانيه، تعالى بس تعالى ما تخافش، تعالى اقول لك انا عارفك غلط، تعالى انت ايه عايز مننا؟ عايز بجد مننا؟ يعني صانع العاب مش نافع، لعيب نمره 8 مش نافع، تاخد الكوره تقعد تلف حوالين نفسك، تعمل كنافه حوالين نفسك تيك تيك اتقطع منك، تلمس الكوره في نص الملعب بين الخطوط، المس والعب كسروه على طول. لو نجم بن شرقي لا ناخد الكوره واقعد الف يا عم يرضيك تطلع صوره مصطفى محمد، طب يا عم تشوط على الجول، لا انا هلف ناوي ما انا عاجبني اللف. ايه يا باشا مش كده والله الكوره ما كده، والله الكوره ما كده، الكوره ابسط من كده بكتير. بعد التفانين بتاعت زيزو واوباما الشوط الاول مفيش كلام كتير فنيا، الشوط الاول مفيش كلام كتير تكتيكيه، اللي هو مثلا ده خرج من مكانه ده دخل مكانه، لا مفيش كلام كتير تكتيكيه، الفرقين نفس الشكل نفس الضغط، بس الضغط بتاع بيراميدز اعلى شويه من ضغط الزمالك، لان الزمالك معروف في جميع ماتشاته مع كارترون اللي بيبقى راجع لورا شويه او راجع خطوتين لورا، بيلعب في نص ملعبه، خلي الفريق اللي قدامه مستحوذ اكتر، الفريق ده معكر اكتر، الفريق اللي قدامه بيبقى الكوره لما بتبقى في رجل او بيحضروا الكوره بيبقى في سهوله كبيره جدا، ما بيبقاش في ضغط من نص الملعب، فبيبقى في سهوله لفريق الخصم ان هو يحضر براحته. ما فيش في حاجه ان هو كنا بنشوفها احيانا ان التشكيله تحول من 4 2 3 1 ل 4 1 4 1، فرجيل سيستم ينزل قدام الاثنين مدافعين، اوباما بينزل جنب زيزو والاثنين بيتقدموا شويه قدام ساسي، وبنشارك ونجم بيرجعوا يساندوا الاثنين مدافعين ومصطفى محمد قدام. دي بس الحته اللي كانت نوعا ما في لمحه تكتيكيه عند الزمالك. البيراميدز كان ضاغط عليك، كان بيحاول يهدد مرموك، كان بيضغط الى ان جبنا الجون بتاع الزمالك، بعد الجون بتاع الزمالك الخمس دقايق اللي بعديها بعد الجون دوت ان عم الزمالك كان ليه شكل، كان ماسك كوره، كان ضاغط، كان بيحاول يلعب كوره. خرج الاول 1-0 الحمد لله خرجنا الشوط الاول 1-0. دخلنا الشوط الثاني هو نفس شكل الزمالك مدافع وراجع لورا، وبيراميدز ماسك كوره اكتر واكتر، ضاغط اكتر واكتر، عايز يجيب التعادل.
بيضغط عليك، ابو جبل بيشيل، محمود علي بيشيل، لوينش بيشيل، عبد الله جمعه بيعمل تغطيات عكسيه ولا اروع، احمد عيد بيعمل تغطيات عكسيه ولا اروع. النهارده في كوره جت لتراوري في الستة يارده، عبد الله جمعه جري 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 وراح قاطع من قدام تراوري وعمل تغطيه ملهاش حل. عبد الله جمعه واحمد عيد النهارده شابوه بجد، اللاعبين دول الاثنين دول عملوا اداء مميز سواء هجوميا او دفاعيا، الاثنين النهارده دفاعيا كانوا تقال قوي. احمد عيد اللاعب الشاب اللي كله كان خايف منه وكله احيانا منتقد على السوشيال ميديا، لعب النهارده عمل مباراه كبيره، ضغط بيجيب كوره، تغطيه بيجيب كوره، لعيب كبير. عبد الله جمعه الناس اللي كانت بتقول لك عبد الله جمعه مشكلته الدفاع، عبد الله جمعه ما ينفعش يلعب باك شمال علشان مشكلته التغطيه العكسيه والدفاع ومفيش مساحات في ظهره. النهارده عبد الله جمعه قافل ميه ونور على احمد توفيق ناحيه اليمين، وقافل ميه ونور على عبد الله على ابراهيم حسن قبل ما يطلع، كان قاطع ميه ونور ضغط، اول ما تسلم الكوره ضغط ضغط كابس وبيزحلق لاعب بيفيد الفريق. النهارده دفاع الزمالك واقف على رجله عكس مباراه انبي، عكس مباراه المقاولين، اللعيبه النهارده فايقه، تحس اللعيبه زي ما قلت في حلقه الزمالك اللي فاتت ان اللعيبه تحس انها بتلعب ماتشين الثانيه ماتش بلا منافسه او ماتش كبير، نقعد بقى ايه مستريح، ولو خسرنا خسرنا، كسبنا كسبنا، تعادلنا مش هتفرق، لكن بنيجي ماتش كبير اهو لا اللعيبه فايقه. جبنا ماتش كبير، محمود علاء كبير، محمود علاء فايق، ونش فايق، ابو جبل فايق، عبد الله فايق، احمد عيد فايق، اللعيبه واقفه على رجل. الدفاع واقف على رجله ليه بقى في الماتشات الثانيه مش مش بالشكل ده؟ انا مش عارف. بعد شويه من المباراه لحد مثلا الدقيقه 60 او 66 الزمالك ابتدى يعمل تغييرات، بس عندي حته صغيره بس عايز اعلق عليها، بس اول اعلق عليها في اخر حلقه. التغييرات عملنا تغييرات، نزلنا حسام اشرف ونزلنا كاسونجو. حسام اشرف وكاسونجو نزلوا بدل زيزو وبدل مصطفى محمد. التغييرتين دول في الاول اول ما شفتهم استغربت، بس الاثنين لما نزلوا ارض الملعب انا فهمت ليه عمل كده كارتيرون. كارتيرون خرج زيزو من نص الملعب ورجع عباب يلعب جنب جنب فيشيل زيزو من نص الملعب، ودخل بن شرقي لقلب الملعب علشان ينزل حسام اشرف يرجع يدافع مع عبد الله جمعه ويقفل الجبهه دي معاه، عشان عبد الله جمعه نوعا ما كان بيروح بلاعبين وثلاثه بيراميدز عليه، فرجع حسام اشرف يرجع يدافع مع عبد الله جمعه، وبرده استفاد من بن شرقي في نص الملعب واستفاد منه من العمق في الحته اللي بيبقى مستريح فيها بيلعب فيها كويس جدا، ورجع ثبت اوباما مع اساس الاثنين في نص الملعب عشان يعملوا نوعا ما صلابه دفاعيه في نص الملعب، لان بيراميدز كان واخد منك نص الملعب طول المباراه. التغييرين دول كويسين جدا، نزلت كاسونجو كمهاجم وهي لقطه لقطه بيراميدز جت دقيقه 60 او دقيقه 70 طلع من مناطقه، طلع من مناطقه جدا، عايز يضغط، عايز يجيب التعادل، يجيب ضربه جزاء يضيعها ويطلع اكتر، عايز اجيب التعادل، انا عايز التعادل. وفي لقطه اوباما بيرمي ثرو من يعني اوباما السنوات البيراميدي كل فين وفين لما بيرمي لك ثرو زي ده، رمى ثرو النهارده معلم. لو اوباما بيلعب بالثروات دي او بيرمي الثروات دي كل ماتش يبقى احسن صانع العاب في مصر والله. اوباما لو بيرمي كل ماتش الثروات اللي رميها الثرو اللي رماها كاسونج دي راجل المباراه، يبقى راجل المباراه بقى وراجل الموسم وصل صانع العاب في مصر ويلعب منتخب مصر كمان. لكن رعونه اوباما بيبان هو لاعب تعبان، لاعب قليل، ده اللي بيبان رعونه اوباما ودلع اوباما، ده اللي بيبان. السرود رماه كاسونجو، انا اول ما لقيت كاسونجو خد الكره وجري حاجه على قلبي، قلت كاسونجو هيضيع وهيشيل لنا، لكن لم مهدي سليمان بمعلمه رمى الكوره تحت مهدي سليمان وراح على طول من لمسه واحده الجون الثاني للزمالك، وبنسبه كبيره انتهت الماتش. اللي بعد الجون الثاني ابتدى الزمالك ينزل تغييرات، نزل اسلام جابر في نص، نزل اسلام جابر بدل بن شرقي، ونزل شيكابالا بدل اونجم، نزل اسلام جابر عشان برده دافع مع عبد الله جمعه ودخل حسام عبد المجيد لقلب الملعب. والمفاجاه بقى كنت متفاجئ جدا ان شيكابالا نزل يدافع مع احمد عيد، شيكابالا ما شفناش هجومين كتير بس لا نزل يدافع مع احمد عيد، ودي حاجه كويسه جدا. شيكابالا نزل بيدافع دي ما كنتش كتير يعني، بس بيراميدز فريق تقيل. بيراميدز النهارده مع عبد الله عيد، عبد الله سعيد فارق معاهم جدا، محمد فروم مش عارف يعمل الدور بتاع صانع العاب، في شويه اخطاء عند بيراميدز لازم تتصلح. النهارده تاتش فكر ان هو يوقف بن شرقي باحمد توفيق يلعب باك رايت، وده كان كويس جدا لان في نص الماتش شفنا كارتيرون بدل بين نجم وبين بن شرقي، عشان بن شرقي كان مفروع تماما، بدل بين الاثنين عشان يحاول يربك احمد توفيق، حته كويسه من تاتش وحته ثانيه من كارتيرون اللي هو فكر ان هو يصلح خطا في الملعب، شايفه مش اللاعب بتاعه مش عارف يعمل حاجه، فكويس اللي هو عمله دول. الزمالك كسب، الزمالك بيقرب المركز الثاني، المواجهات المباشره كده بيني وبين بيراميدز كسبناهم الاثنين، الحمد لله كسبنا بيراميدز رايح جاي كده تقريبا في الدوري. المواجهات المباشره ما بيننا حتى لو تساوينا في النقط المواجهات المباشره تخلينا عم نطلع تاني على بيراميدز، ولسه بيراميدز عندنا ان شاء الله بيراميدز يقع تاني عشان نضمن خلاص المركز الثاني، يعني بما ان الدوري خلاص طار وراح للاهلي.
بس مباراة كويسة جدا من الزمالك، ومباراة عارفين الزمالك بيلعب بيعرف يلعب مباراة دفاعية. وقلت لكم الحلقة اللي فاتت ان انت عايز تشوف الزمالك وعايز تشوف الزمالك بيلعب مباراة كويسة اتفرج عليه قدام بيراميدز، وده اللي حصل. مباراة دفاعية على اعلى مستوى، كان ترون بيعتمد على تلات حاجات في المباراة اللي زي دي. اول حاجة ان الدفاع بتاعه يبقى فايق وحارس مرمى يبقى فايق، تاني حاجة بيعتمد على تضييع الفرص من فريق الخصم، وتالت حاجة ان المرتدة يروح بيها خلاص. راح بمرتد، راح باثنين، راح بثلاثة، على الأقل راح مثلا بثلاث أربع مرتدات يجيب منهم اثنين ثلاثة على الأقل. ده اللي كاترون بيشتغل عليه، دفاع يبقى فايق، حارس مرمى يبقى فايق، الفريق الخصم يضيع فرص كتير، وأنا راح بمرتدات نخلص الماتش. مباراة كبيرة من الزمالك، مباراة كويسة من بيراميدز، بيراميدز عمل مباراة كويسة مش بطالة تماما، والسنة الجاية ممكن ينافس جدا على الدوري. لكن في الأول أخد القرار أنا مباراة الزمالك وبيراميدز، ورأيي في لعيبة الزمالك وبيراميدز مفيش تكتيك كتير في المباراة، مفيش شكل كتير كبير في المباراة. بس في حتة لازم اتكلم عليها، محمد الحنفي او التحكيم المصري بشكل كده. مصر زي ما كتبت على فيسبوك من شويه، جه مصر عايز قطع غيار. ليه بقى؟ في كوره ونجم جوه مدينه الجزاء، اللاعب اللي اسمه حماده ده، وانا مش عارف اسمه ايه، حماده، مسك ونجمه من صدره وزقه بايده الثانيه ووقع. ضربه جزاء، ضربه جزاء للزمالك، ضربه جزاء ونجم مضروب مشدود ومسقوط مضروب، ضربه جزاء، ضربه جزاء للزمالك. محمد حنفي ما شافش الكوره حتى في الفار، ما حسبش ضربه جزاء، الفار ما كلموش حتى يشوف الكوره. لكن رد الناحيه الثانيه، اول مصطفى محمد ما لمس كسون ولمس جنا توي وقع، ضربه جزاء. انا عم ضربه جزاء صحيحه، بس احنا عم ضربه جزاء، احنا ظلمنا ضربه جزاء، ليه ما حسبناش ضربه جزاء؟ يعني ليه ضربه جزاء واضحه وصريحه ازاي ما تحسبش؟ الله اعلم. تحكيم مصري حتى في وجود الفار في اخطاء برضه، مش عارف والله ايه الحل في تحكيم مصري. ده الاخر ده كان رايي في مباراه الزمالك وبيراميدز، على الزمالك على الزمالك وادا بيراميدز واللعيبه وتحكيم كل حاجه. خد رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، مين اللي هيطلع في اخر الموسم مركز تاني ويوصل دوري ابطال افريقيا، هل بيراميدز ولا الزمالك؟ روح على البلاي ستيشن لايك وابدا سبسكرايب في 10، ارفع الجرس عشان يجي الحلقات اول اول، وما تنساش تعمل لايك على السبسكريبشن تحت، وارجع على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكمان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه.